هل فعلا الحاسة السادسة بتخلي الإنسان يتعامل مع العالم الآخر، العالم الخفي؟ هل كل الناس ممكن يكون عندهم الحاسة السادسة؟ طب هل ينفع إنسان عادي يكتسب أو يحصل على الحاسة السادسة؟ كل البشر عندهم الحواس الخمس، ومهما اختلفت القدرات في الحواس الخمسة دي، لكن القدرات دي كلها تقدر تحسها وتقدر تشوفها لأنها كلها ملموسة. لكن إن أنت تشم ريحة مش موجودة خالص حواليك وإنت بس اللي شممها في وسط الناس، دي ممكن تكون حاسة سادسة. أو إنك تسمع صوت في ودنك بوضوح وإنت عارف كويس إن مفيش حد حواليك، برضو دي احتمال تكون الحاسة السادسة. لكن إيه هو مفهوم الحاسة السادسة وازاي ممكن تقوي القدرات دي عندك؟ اول حاجة مفهوم الحاسة السادسة. الحاسة السادسة هي قدرات خارقة عند الانسان، بيقدر من خلالها ان هو يتواصل مع العالم الخفي، ويقدر من خلال الحاسة السادسة يحس او يشعر بحاجات اي انسان غيره في نفس الموقف ما يقدرش يحسها او ما يقدرش حتى يتنبأ بيها. وهنا بتظهر كلمة الخوارق، يعني الانسان ده عنده قدرات خارقة. وكمان بيتقال عن الحاسة السادسة هي الادراك الخفي للامور والاشياء، وفي بعض المفاهيم والحضارات والمعتقدات بيتقال عليها البصيرة او القدرات العقلية الخارقة، وبيتقال عليها الفراسة. وعلشان كده الحاسة السادسة هي خليط ما بين التخاطر، التنبؤ، التوقع والفراسة. ودراسة القدرات العقلية الخارقة كانت بتتم على مر العصور، مفيش عصر ومفيش حضارة على مر الزمن ما كانش عندها ايمان بوجود شخصيات عندها قدرات خارقة. الناس دي بتقدر تتنبأ او تحس بالامور، وممكن كمان من كتر التنبؤ ده ما هو حقيقي ان الحاجات دي بتحصل. اول دراسة علمية حصلت عن القدرات الخارقة عند البشر كانت في الولايات المتحدة الامريكية، وده حصل سنة 1934 للكاتب الامريكي جوزيف راين، واتكلم عنها في كتابه الادراك الحسي الفائق. وعمل مجموعة من التجارب العلمية على مجموعة من البشر يقال ان عندهم قدرات خارقة، وكانت التجارب او الابحاث دي عن قدرات زي التخاطر، الادراك، قراءة الافكار. لكن جوزيف راين في الاخر اكد ان قوة الحاسة السادسة بتوصل او قوة القدرات العقلية الخارقة بتظهر من خلال قوة الحواس الخمسة اللي عند الانسان اصلا. يعني جوزيف راين عايز يقول ان علشان الانسان يبقى عنده قدرة عقلية خارقة او الحاسة السادسة لازم تكون الحواس الخمسة بتاعته قوية جدا، وان بسبب بعض التأثيرات الخارجية على الانسان بيقدر الانسان يطور الحواس الخمسة اللي عنده لحد ما يبقى قادر ان يمتلك الحاسة السادسة، او زي ما قال جوزيف راين الادراك الحسي الفائق. كتير من الناس بيقدروا يحسوا ان في حد بيبص عليهم حتى لو كانوا هم مش شايفين حد حواليهم، ولما بيبص فعلا في اتجاهات مختلفة بيكتشف ان في شخص فعلا بيبص عليه، والشخص اللي كان قاعد يتابعك وعمال يبص عليك انت قدرت تحس بيه لكن انت ما شفتوش. وده معناه ان حاسة النظر او حاسة قراءة الافكار قوية جدا عند الانسان ده، لدرجة ان بيقدر يحس ان في حد بيبص عليه وهو اصلا مش شايف، او انك تحس انت وانسان تاني بنفس الشعور حتى لو انتوا الاتنين اصلا بعيد عن بعض تماما. وده معناه ان احساسكوا انتوا الاتنين حصل فيه نوع من انواع التخاطر. والاغرب انك تلاقي ناس بتتنبأ بالاحداث او بتتوقع الاحداث، وان التنبؤات دي او التوقعات دي بتحصل بالظبط زي ما هم قالوا. والحضارات القديمة كلها بلا استثناء كان عندهم اعتقاد بالقدرات الخارقة عند البشر، والقدرات الخارقة دي اتطور اسمها لحد ما بقى اسمها الحاسة السادسة. في الحضارات العربية القديمة كانت بتتسمى بعلم الفراسة، وان الشخص اللي عنده الفراسة بيقدر يحكم او يتنبأ بالاحداث من خلال شكل الانسان اللي قدامه او شكل وجهه بعلامات مميزة علم الفراسة بيتكلم عنها. وبالتالي لما الشخص ده بيشوف الانسان اللي قدامه بيقدر يتنبأ او يتوقع او يقدر ينقل احساس الشخص ده للملك او للخليفة. وعلشان كده كان بيتم الاستعانة بالناس اللي عندها القدرات الخارقة او الحاسة السادسة زمان بجانب الامراء والخلفاء علشان يقولوا لهم كل حاجة ممكن تحصل في المستقبل. ولحد النهاردة في دول كبيرة جدا بتصرف ملايين الدولارات علشان تدرس القدرات الخارقة للانسان، وتقدر تحدد الحاسة السادسة دي ازاي الانسان ممكن يحصل عليها، وازاي يقدر يتنبأ او ازاي يقدر يقوي القدرات الخارقة. ومن خلال الدراسات اللي اتعملت دي في شركات كانت بتعين ناس عندهم قدرات خاصة وتحديدا الحاسة السادسة في ان هم يحددوا لهم شراء بعض المنتجات او ان هم يدخلوا
يدخلوا في منافسة تجارية من نوع ما، لأنهم قادرين يقروا أو يتنبؤوا اللي هيحصل من خلال القدرات الخارقة اللي عندهم أو الحاسة السادسة. إحنا كتير بنسمع عن أشخاص رفضت قرار معين أو رفضت تصرف معين لمجرد إن إحساسهم مش مرتاح اتجاه القرار ده أو اتجاه الشخص ده، وبعد مرور شوية من الوقت بتكتشف إن الشخص ده كان عنده حق، وإن فعلا إحساسه كان مظبوط، وإن الشخص ده أو القرار ده اللي هو امتنع عنه كان فعلا حاجة مؤذية ومش حاجة كويس. وللعلم الحاسة السادسة ملهاش علاقة خالص بالمنطق، يعني ما ينفعش تقيسها على حسابات عقلية دقيقة. بس المهم هو احنا ازاي نقدر نقوي الحاسة السادسة؟ زي ما جوزيف راين قال في كتابه ان قوة الحاسة السادسة بتعتمد في الاساس على قوة الحواس الخمسة الاساسية عند الانسان، هي الحقيقة انك علشان تقوي الحاسة السادسة لازم تقوي الحواس الخمسة اللي عندك. نمسك مثلا حاسة النظر. في فرق كبير بين شخص بيلقي نظرة عادية كده بيبص بنظرة عادية، وبين شخص النظرة بتاعته فيها تركيز، يعني بيقدر من خلال نظرة واحدة يرسم او يطبع صورة واضحة بكل تفاصيلها في خياله، وده ممكن يكون محتاج تدريب حاسة النظر على الفكرة دي. ومثلا عندك حاسة الشم، علشان تدرب حاسة الشم انها تقدر تفصل وتفصل الروائح عن بعض، يعني تقدر لما تدخل مكان تشم مجموعة روائح مختلفة وتقدر تفصل الروائح دي عن بعض وتقدر تحدد كل ريحة دي بتاعت ايه بالظبط. زي مثلا انك شامم ريحة اكل وريحة سجاير وريحة مشروبات من نوع معين. في شخص ما عندوش القدرة ان يقدر يميز الروائح، هو شامم لكن مش مدرب حاسة الشم بتاعته انه يميز الروائح، فهنا برضو ضروري انك تدرب حاسة الشم علشان تقدر توصل للحاسة السادسة. وحاسة السمع نفس الفكرة. في شخص ممكن يسمع معلومة او يسمع جملة تعدي عليه عادي جدا، وفي شخص مجرد ما يسمع جملة او معلومة تحس ان هو حفظها، زي قدرات الناس اللي بتقدر تحفظ ارقام التليفونات او ارقام مش مترتبة، ويقدر لما يسمعها من اول مرة يحفظ الارقام بتركيز. كمان تدريب العقل على التركيز، انه يعرف يركز في التفاصيل ويعرف كمان يربط الاحداث او يربط التفاصيل ببعض، ويقدر يخلي كل حاسة التركيز اللي فيها يكون عالي جدا، لان في فرق كبير بين معرفة الحواس الخمسة وادراك الحواس الخمسة. وفي الاخر في دراسات كتير جدا بتقول ان الحاسة السادسة عند الستات اقوى واكبر بكتير من الرجالة، وعلشان كده الست بتحس قوي لو الراجل خانها او عمل اي حاجة غلط. سلام عليكم.